السلام عليكم. صدقة العلم نشره وتعليمه. موضوعنا اليوم طريقة إنبات بذور الخوخ مثل ما وعدناكم سابقا. الحين إن شاء الله راح نبدي وأعلمكم خطوات كيف أنا سويت في إنبات بذور الخوخ بإذن الله تعالى. طبعا راح نحط الستاند هنا عشان نصور الطريقة بإذن الله تعالى. في بداية الموضوع إن شاء الله راح نجيب بذور الخوخ من أي مكان، طبعا راح نشتري من هايبر ماركت أي خوخ مناسب. راح نحط البذور في المحارم الورقية مثل هذه، وراح نحطه في ماء لمدة يوم يومين ثلاثة أيام، ما عندكم مشكلة. من بعد مرور ثلاثة أيام بإذن الله تعالى راح يتم عملية إبطال طبعا هذه الكلينكس. راح نرى مثل هذا البذور، شايفين اخواني؟ واضح. ومن بعد راح نجيب علبة بلاستيكية مثل هذه، وراح نحط تربة البيت موس هناك داخل، وراح نحط البذور داخل بإذن الله تعالى. راح ان شاء الله نعطيه ماء على الخفيف بإذن الله تعالى داخل، ونسكر عليه بكيس بلاستيك ونحطه في ظل، تمام؟ طبعا بعد فترة من الزمن، أسبوع أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، راح تنبت بذور الخوخ بإذن الله تعالى. طبعا هذه النتائج إنبات بذور الخوخ، ما شاء الله تبارك الرحمن. لو تلاحظوا بداية إنبات بذور الخوخ ما شاء الله، ومن تكبر على ورقة أو ورقتين راح يتم عملية نقلها في الكيس الزراعي مثل هذه ما شاء الله، وراح يتم عملية الحفاظ عليها. بارك الله فيكم، يا مرحبا.